ازاي هنرجع حساب جوجل بعد ما انت حذفته عن طريق الخطأ؟ انت دلوقتي لو حذفت حساب جوجل عن طريق الخطأ او حذفت اي بريد الكتروني ليك عن طريق الخطأ، ازاي هتقدر انك ترجع الحساب ده؟ بكل بساطة اللي عليك اللي انت هتعمله، انت دلوقتي حذفت الحساب عن طريق الخطأ، بيظهر لك الرسالة دي: تم حذف حسابك على جوجل وكل بياناته، واذا حذفت حساب جوجل عن طريق الخطأ ستكون لديك فترة زمنية قصيرة لمحاولة استرداد الحساب. يعني بيقول لك انت لو حذفه عن طريق الخطأ وانت ما كانش قصدك اصلا ان انت تحذف الحساب ده، انت عندك فترة زمنية معينة تقدر ان انت ترجع فيها الحساب ده. هنعمل ايه؟ هندوس هنا كده على استرداد الحساب. طبعا لو جينا ضغطنا هنا كده، الحساب زي ما انتم شايفين ملوش اي وجود تماما، الحساب فعلا محذوف من على جوجل بشكل طبيعي خالص. بتضغط هنا كده على كلمة استرداد الحساب في حالة ان انت لو عايز تعمل استرداد للحساب بتاع جوجل، بتضغط عليه بالشكل ده، بيدخلك هنا كده على صفحة استرداد الحساب. صفحة استرداد الحساب دي بيقول لك استرداد حسابك على جوجل، هنا لازم انت تكون فاكر البريد الالكتروني او رقم الهاتف اللي كان مربوط بالبريد الالكتروني بتاعك. يعني بكل بساطة انت لازم تكون فاكر عنوان البريد الالكتروني ورقم التليفون اللي انت ربطه بالحساب عشان تقدر ان انت تعمل استرداد لحساب جوجل. انا مثلا واحد دلوقتي انا فاكر الايميل مثلا بتاع الحساب ده، هاجي هنا هكتب الايميل بشكل طبيعي خالص. بعد ما كتبت الايميل هنا بالشكل ده بنضغط على كلمة التالي. بعد ما بتضغط على كلمة التالي بيقول لك تم حذف هذا الحساب مؤخرا ومن الممكن استرداده، انقر على التالي لمحاولة استعادة هذا الحساب. بتضغط هنا كده على كلمة التالي، بيقول لك ادخل كلمة المرور. يعني كلمة المرور اللي انت حاططها للحساب لازم ان انت تكون فاكرها، لازم ان انت تكون فاكر الرقم السري اللي انت ربطه بالحساب عشان هو هنا بيطلبه منك. انا هنا هكتب كلمة المرور بشكل طبيعي خالص بتاعة الحساب ده بما ان انا فاكر كلمة المرور، وبعد كده بنضغط على كلمة التالي. تم الغاء حذف الحساب بنجاح، لقد ادخلت كلمة المرور الحالية حتى تتمكن من المتابعة الى حسابك في جوجل، ولا يزال بامكانك تغيير كلمة المرور اذا كنت تريد ذلك. بتضغط هنا كده على كلمة المتابعة وهنا بيقول لك تم بنجاح. بتضغط على كلمة المتابعة بالشكل ده، كده احنا رجعنا الحساب بشكل طبيعي خالص وعملنا استرداد للحساب بتاع جوجل بشكل طبيعي خالص. والحالة دي انت المفروض ان انت بتعملها في حالة ان انت لو لا قدر الله انت عملت حذف للحساب او عملت مسح للحساب بدون ما انت تكون عايز ان انت تمسحه، ليك فترة زمنية معينة عشان تقدر ان انت تسترد الحساب ده، تقدر ان انت ترجعه بشكل طبيعي خالص. هتتبع الخطوات اللي انا قلت لك عليها، ولازم زي ما نبهت عليكم قبل كده لازم تكون حافظ البريد الالكتروني، لازم تكون حافظ رقم الهاتف اللي مربوط بالبريد الالكتروني، لازم تكون حافظ الباسورد بتاع حسابك. الحاجات دي يا جماعه من فضلكم لو سمحتوا، اي حد بيعمل ايميل او اي حد بيعمل بريد الكتروني بيستخدمه في اي حاجه في الحياه والبريد الالكتروني ده مهم بالنسبه له، لازم ان انت تكون كاتب البيانات بتاعته او حافظ البيانات بتاعته. وانا واحد من الناس بصراحه انا بفضل ان انت تكون كاتب البيانات بتاعته في نوت مثلا على التليفون بتاعك، تكون كاتب البيانات بتاعته في نوت مثلا عندك في البيت او اي حاجه عشان تقدر ان انت ترجع البيانات بتاعتك او تدخل على الحساب ده في حاله ان انت لو مثلا نسيت او كل الحوارات دي، تقدر ان انت تدخل على الحساب بتاعك بشكل طبيعي خالص. محدش يهمل الموضوع ده، خصوصا لو انت بتستخدم الحساب ده في حاجه مهمه، انت عندك مثلا قناه او انت بتستخدم الحساب ده في اي شغل كان ليك، لازم ان انت تكون حافظ البيانات بتاعته، لازم ان انت تكون مامن الحساب بتاعك بالطرق اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده عشان تقدر ان انت ترجع حسابك بشكل مظبوط، وعشان كمان تحمي الحساب بتاعك من الاختراق. هو ده كان الفيديو بتاع النهارده اللي انا كنت حابب اعرفك فيه ان انت لو حذفت حسابك عن طريق الخطأ ازاي تقدر ان انت ترجعه. لو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.